الدكتور هشام العزازي، أستاذ علاج الألم التداخلي جامعة عين شمس. أهلا بكم. النهاردة يوم مهم جدا جدا، وموضوع الحقيقة واسع الانتشار شديد الأهمية، الألم. احنا هنتكلم النهاردة عن ألم، وألم أسفل الظهر وألم الظهر. يعني مين في مصر يا جماعة ظهره ما بيوجعوش؟ ناس كتير قوي ظهرهم بيوجعهم. طيب عندهم ديسك، عندهم مشكلة. في العالم دلوقتي علم مهم جدا بقاله سنين طويلة موجود، وفي مصر برضو وناس كتير ما تعرفش عنه حاجة، اسمه علم علاج الألم. ده مهم قوي طبعا بعد التشخيص، نحن أطباء بيهمنا جدا التشخيص، لكن علم علاج الألم ده هنفهمه النهاردة من واحد من رواد هذا العلم، واحد من الكبار على المستوى المصري والعربي والإقليمي. أنا سعيد جدا بحوار من طراز رفيع مع اسم كبير في علم كبير، علم علاج الألم ده علم خطير جدا ومهم للغاية ومتنوع للغاية. ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور هشام العزازي، أستاذ علاج الألم التداخلي بكلية الطب جامعة عين شمس، الاسم الكبير والرائد القدير لهذا المجال. أهلا بيك دكتور. أهلا وسهلا. أهلا بيك. كل الناس ظهرها بتوجعها، كثير من الناس، إحنا بنسيء استخدام ظهرنا صح؟ ده حضرتك بتقول مقدمة رائعة. ربنا يخليك. وأضيف عليها الجيم. بيجي لي ناس يعني شباب وبيلعب جيم، وليه بيلعب الجيم غلط، مدرب مش فاهم، يخليه يشيل اثقال غلط، دي بقت منتشره برضو. فطبعا الام الظهر دي والرقبه والموبايل، حضرتك قلت برضو الموبايل، الحاجات دي مهمه جدا. انا ليا تجربه في الجيم دي لا انساها. لا انساها. هقول لحضرتك اللي بيحصل في الجيم ايه. رحت مره وانا يعني بلعب ملاكمه، بس مش راجل كبير، مش صغار في السن يعني، فروحت اتمرن في جيم من الجيم، جيم مشهور قوي. فدخلت على جهاز رفع اثقال بيحط فيه الاثقال. فلقيت واحد هو اقل ما يتقال عليه ان هو ما بين البشر وما بين الكائنات الفضائيه، حاجه اطول مني وانا طويل ضخم، وادي اربع مرات وكله عضلات، يعني بطل، يعني واضح ان ده بطل مصر او بطل العالم في كل حاجه يعني. داخل بتمرن على نفس الجهاز اللي انا بتمرن عليه، وقال لي جمله لطيفه، قال لي يلا 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 مكبتن مع بعضينا. فانا طبعا ايه يعني، انا برضو ايه الحمقه، حط 500 حاجه كده وبدا هو يشيلها، وقال لي يلا عاش. ادخل في منتهى الخطوره طبعا. انا اتخورت وحبيت ان انا اشوف، قلت يمكن اعرف اشيلها، ما عرفتش احركها. قلت له عاش انت، عاش وربنا انا جالي خليك لينا يا باشا. الشهر اللي فات طفل 15 سنه وعنده اكيوت ديسك حاد 15 سنه، والناس محوله دكتور مخ واعصاب، وبعدين قالك هعمل له عمليه ازاي، ده 15 انفجار في الديسك، يعني انفجار في الديسك من شيء غلط. يعني برغم ان هو في السن ده يعني لسه الغضاريف المفروض ما يشتكيش من حاجه. ولا هو حاجه مهمه جدا، اعداد غلط، شيل غلط، موبايل غلط، نومه غلط، اسباب كتيره تخلي الديسك يظهر في الرقبه وفي الظهر. سؤالين مهمين قوي. التخصص علاج الالم التداخلي، هذا هو صحه العالم الان. السؤال الاول. السؤال الثاني، نوع معين من الألم مهم جدا هو ألم العمود الفقري. أنا عايز حضرتك تشرح لنا السؤال الأول والثاني. علاج الألم ده علم جديد نسبيا في الطب، كانوا كان زمان كل تخصص يعالج الألم بتاعه. دلوقتي لا، بقى الألم وبالذات الآلام المزمنة بقى ليها دكتور مخصوص يعالجها. الألم بيتنقل عن طريق الأعصاب، فشغل علاج الألم التداخلي العمل على الأعصاب الملتهبة اللي فيها اللي بتني للوجع. بنعالج بقى آلام العمود الفقري، الصداع، آلام الحزام الناري، آلام تانية كتيرة جدا، آلام الكانسر بأنواعه، آلام المفاصل. وأشهرهم يعني أقدر أقول إن 50% 60% من مريدي أو اللي بيروحوا لعيادات علاج الألم علاج عمود فقري، وبالأخص المنطقة القطنية اللي هي أسفل الظهر. وكانوا زمان الاتجاه الوحيد انه يخش يعمل عمليه ولا يجي له غضروف او كده، دلوقتي الموضوع تطور والعلم كله بيتجه الى بنسميها مينيمال انفيزيف سيرجري، ان انا بدل ما اعمل مراره مفتوحه بعملها بالمنظار، بدل ما اعمل الركبه عمليه مفتوحه بعملها بالمنظار. نفس الكلام في العمود الفقري، وفي عمليات لا لازم تبقى مفتوحه، في عمليات تانية لا ممكن اعملها بابر تخش للغضروف اللي فيه مشكله والعصب اللي فيه مشكله ونعالجه ب
باجهزه جديده. وده التطور بقى، ده الحاجات الجديده اللي بتحصل، لان يعني تخيل بقى فتره نقاهه احسن، يعني بيخرج في المستشفى بسرعه. فطبعا العلاج الغضاريف بالطريقه الجديده اللي هي كوبليشن او كواجيليشن اند ابليشن، بتخلي المريض بيشنت ساتسفاكشن وارضائه هو يبقى احسن. نتائج اف دي ابروفد في كل العالم، الامريكا كفود اند دراج ادمنستريشن موافق عليها، دبليو اتش او موافق عليها. فهي مش تجارب، مش عدينا مرحله التجارب، هي حاجات ثابته وفيكسد جدا ونتائجها واضحه. ولازم زي ما انت برضه حضرتك قلت في الاول ان التشخيص مهم، التشخيص مهم جدا، ان انا اشخص الاول وبعدين ابتدي اتعامل مع المشكله اللي عند العيان. فدي حاجه من الحاجات الاساسيه، يعني كل الناس عندها الم في ظهرها، الظهر ده فيه جلد، فيه عضلات، فيه عظم، فيه مفاصل، فيه اعصاب، فيه غضاريف. المشكله جايه منين؟ لازم اللي بيشخص يشخص صح الاول. بعد ما يشخص صح، كل حاجه ليها مشكلتها. من اشهر المشاكل في العمود الفقري اللي هو اكتر حتتين بيتحركوا، الرقبه والظهر واسفل الظهر، دول بيتحركوا كتير وبالتالي تظهر فيهم الغضاريف. الناس بقى بتسميها غضروف، تسميها ديسك، تسميها اي حاجه، لكن هو في النهايه هي دي بتبقى من اهم من مشاكل الورده. وزي ما وضحت ان كان في الاول عمليات مفتوحه، عمليه العيان يقعد له فيها ساعه ساعتين بجرح، يطلع بعديها يقعد في مستشفى يومين، وبعد فتره نقاهه طويله وتغيير على جرح وبتاع. دلوقتي بقى تطور، بس مش كل الحالات تنفع لها، عشان برضه ما اظلمش الجراحه، لا الجراحه مهمه في حالات معينه، وعلاج الالم والكوبليشن مهمه في حالات تانية معينه. الاسباب والاعراض الخاصه بالالم، الاسباب اتكلمنا عليها، الشيل الغلط، حضرتك قلت في المقدمه انه عامل بيخزن حاجه غلط، ده مشهوره جدا. يعني من اكتر المرضى اللي بيقول لي في العياده العمال في المخازن يشيلوا غلط، وانه يوطي غلط، المفروض يوطي بطريقه فيكسد واضحه، ان ظهره يبقى مفرود. النومه الغلط، انه قاعد نايم قدام التلفزيون فساند ظهره بطريقه معينه على الانتريه، ماسكه الموبايل، الرقبه دي ربنا خلقها تبقى واقفه، حتى لو عملت حركه لتحت او لفوق تبقى مؤقته. لكن تخيل واحد ماسك موبايل لمده نص ساعه بيلعب لعبه، فعامل راسه كده وماسك موبايل، الاسترين والفليكشن ورقبته والعضلات بتاعت رقبته دي، وبعدين العضلات تقلب بقى بمفاصل، تجي له خشونه في مفاصل الظهر. من اهم الاسباب الوضع الغلط والشيل الغلط وماسك الموبايل غلط والقعده على الكمبيوتر، ان الكمبيوتر بيبقى واطي وهو راسه كاتب او حد على اكاونتنج او اي حاجه محاسبه او كده. دي من اهم الاسباب اللي بتاثر في العمود الفقري وتخلي المريض يشتكي. يبقى لنا حوارات كثيرة أكيد. جدا ومتنوعة، لأنكم يعني الفيلد بتاعكم ده أنتوا بتتدخلوا في حاجات كثيرة قوي. يعني هنتكلم على صداع النصفي أكيد، هنتكلم على مشاكل الألم بتاع العضلات، ده موال تاني خالص، العقد العضلية وموالها وإلى آخره. العصب الخامس، العصب الخامس، أوه، وخصوصا في الشتاء العصب يا باشا، الشتاء ده مش بيضرب خامس وسابع، العياده بتشتغل على العصب الخامس في الشتاء اكتر من الصيف طبعا. طبعا لا، والشتاء ده بس خامس وسابع واعتقد سادس، هتلاقي جبنا حول. الشتاء فظيع، الشتاء فظيع. دكتور هشام انا اتشرفت بيك، شرف لينا، خليكم دايما مع ناس الحلقه.